فكرتين اللعبة المزاكة اللي كنا بنلعبها زمان. إذا روبان عليك الأمان. تكتفت نفسك إزاي؟ حاجة غير. في ايه بقى خرجت معاه تتفسح. ادي يا ست اخوك اللي انت خايف عليه. الست دي مين؟ شكلها ايه؟ معرفش مين، بس هي شكلها بيضة وشقرة وحل من على حبل المشنقة وعليها كل كلاكس وكلاكس يخلي الجسم اشعر. اسمها ايه؟ ايوة اسمها فلة بنفسج. نرجس؟ ايوه نرجس. نرجس يبقى هي الست اللي جابت المحفظه وجات البيت. ايوه هي قالت كده. جلال إيه؟ جلال الست دي وراها سر. ايوه وراها سر. سلام. يا نفوخي. يا نفوخي. مش ممكن يكون ضربني بايد 100% ضربني بترماي. بلاش تهويل بقى يا سمسم، جت سليمه. انا حاسس ان مخي بيلق جوه دماغي زي ما اكون لابس جزمه واسعه. اللي هيخلص على بقيتي ان انا مش فاهم الناس دي عايزه ايه. بعد الشر على بقيتك يا سمسم. يا بقيتي. معلش يا حبيبي، انا هقول لك عايزين ايه. عايزين نقطة الابحاث بتاعت بابا، واللي بعتهم اسمه مفتاح. بتقول ايه؟ مفتاح؟ سابوا كارت مكتوب عليه مع تحيات مفتاح. كمال العقيد كمال، انت بتعمل ايه؟ هتصل بيه. هو قال لي لما يتصل بيك حد اسمه مفتاح اديني خبر. استنى بس لما نتفاهم، انا مش عايزه كمال يعرف حاجه من اللي حصلت دلوقتي يا سامي. شهيره انت مخبيه عليا حاجه. ايوه مخبيه عليا حاجه، بتديني معلومات بالقطاره. في حاجات كتير انت عارفاها ومش عايزه تقولها لي. شهيره انا الموضوع ده خلاني اشك في كل انسان حواليا.
حسنا يا سامي. ايوه انت كمان. كلكم متفقين عليا. والدليل على كده مش عايزين ابلغ العقيد كمان. يا سامي اسمعني. كمان لو عرف ان نقطة ابحاث بابا العصابة بتدور عليها وانها معايا، ساعتها لو طلبها مني مش هقدر اقول له لا. وايه المانع انك تسلميها للبوليس؟ لو سلمتها له والعصابة عرفت كده، هيضيع علينا فرصة كشفها، وهنفضل في الدوامة اللي احنا فيها. بس دول اتغيروا وممكن يقتلوا أي حد فينا. ما تخافش، طول ما نقطة الأبحاث معانا هما اللي هيحافظوا علينا. خلاص، أنت ما تقعديش في الفيلا دي لوحدك. يا نقيم، أمال عايز مين يقعد معايا؟ أنا بتكلم جد، أنت لازم تسيبي الفيلا دي فورا وتيجي تقعدي مع مون أختي. وين؟ مش هتحبب أقعد معاكم. أروح أقعد مع جلال في شقته. خايفة من إيه تاني؟ أنا أخاف منك يا سمسم. ده أنا بثق فيك أكتر ما بثق في روحي. سمسم، أنت معنى عظيم في حياتي. بلاش الكلام ده. أنت ربنا بعتك ليا عشان تغير حاجات كتير في حياتي. أنا مؤزم. مؤزم علشان بقول لك حقيقة شعوري يا سمسم. حقيقة؟ ليه بس يا حبيبي؟ أصل أنا ندي. ما استحقش ثقتك وحنيتك. النهارده كنت مع واحدة. واحدة ست؟ أمال يعني واحدة راجل؟ شهيرة. الست دي مع العصابة. أيوة مع العصابة. كلمتني عن النوتة بتاعت الأبحاث. وأنا ما فهمتش. غبي. غبي أنا. كنت فاكر إنها معجبة بيا عشان سواد عيوني. السهل الخبطة اللي خدتها على نافوخك و100 خبطة كمان. وعلى فكرة أنا مش هقول لك على حاجة مهمة لقيتها النهاردة. يا رب ممكن ما قلتيش. لا على إيه؟ ما بتاعت العصابة عايزاك. معلش قولي والنبي. طب بص، إيه؟ قبل ما توصل العصابة بشوية بالصدفة لقيت النقطة بتاعت الأبحاث بتاعت بابا وخبتها. فين؟ مش هو ده المهم. المهم إن أنا لقيت جنبيها شنطة زي شنطة بابا اللي كان ماسكها في إيده بالظبط، ولقيت جواها وصيته ووصية التأمين على حياته معمولة قبل الحادثة بيومين، يعني كل شيء كان مترتب للحادثة، ولقيت كمان جواها الأجندة دي. بذمتي وديني أنتوا عيلة مجانين. الدنيا طارت عشان ما نستناش الاسانسير وننزل 6 أدوار على رجلينا. لازم ابلغ البوليس لازم. وهتقولي لهم ايه؟ دوروا على اخويا اللي بيتفسح مع واحده ست. مش مساله ست. الست دي شكلها كان مريب. وانا كدبت احساسي. ليه ما تكونش بالعصابه؟ جلال، تعرف الظابط اللي بيروح له سامي؟ لا. طب اسمه ايه؟ اسمه برضه ما اعرفوش. ايه؟ ده انا اللي انت هتقعدي تهزقيني بقى طول الليل عشان ما اعرفش اسم الظابط؟ ثم عايزين اعرف اسمه ليه؟ هناسبه؟ ادي احنا احتاجناه. وانا هنجم ان احنا هنحتاج له. اهلا. بديها بقى وتكمل على ثمنها وتجيب لنا بسكليتة بدل الفضايح دي. بقولك ايه؟ هندي زوبة زقة؟ هص اروح انادي البواب. اقدر اقدم اي خدمة؟ العربية عطلانة. اي خدمة تانية؟ ميرسي. عمرها ما عملتها. ده كانت زي الساعة. انا مرة كنت